السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كنتمنى نلقاكم في أحسن الأحوال وتكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشاهدوا معايا اليوم قد أنقدم لكم فطيرة ديال نوار الشمس اللي كتحضر بمقادير بسيطة وكتجي رائعة شكلا ومذاقا. أنا غادي نعمرها بالخضار كيف ما كتشاهدوا معايا في الصورة. دابا غادي نقدم معكم المقادير. كنحتاجوا في المقادير كاس ديال الحليب دافي، كاس ديال الماء دافي، ونص كاس ديال زيت المائدة، معلقة ديال السنيدة، شوية ديال الملح، معلقة الخميرة ديال الطاج قوية، وبيضة والدقيق. كناخدو إناء كنوضعو فيه كاس ديال الحليب، كنزيدو عليه كاس ديال الماء دافي، كنضيفو ليهم معلقة ديال الخميرة فورية، كنضيفو ليها معلقة ديال السنيدة. كنخلطو هاد المكونات حتى تذوب لينا هاد الخميرة هادي. بالنسبة لهاد الفطيرة هادي يعني كاين اللي كيبغي يدير فيها الشوكولات، يعني اللي بغى يديرها حلوة فتيضاعف الكمية ديال السكر وكيعمرها بالشوكولات. يعني دابا تشوفو الشكل ديالها وكلو على حساب الرغبة ديالك. انا فضلت نعمرها بخضر كتجي صراحه زوينه. ودابا غادي نضيف لهاد الخليط نص كاس ديال الزيت، شويه ديال الملح، كنضيف ليه من بعد بياض بيضة. بالنسبة لهاد المقادير اللي عطيتكم كيخرجوا ليا جوج الفطائر، واللي بغى يضاعف الكمية على حساب الأفراد ديال العائلة. المهم كنبقى نخلط دابا في هاد المكونات حتى يتجانسوا ليا، ومن بعد نبقى نضيف في الدقيق بشوي بشوي حتى تجمع ليا هاد العجينة هادي. من بعد ما جمعت العجينه تحصلت عليها بهذا الشكل هذا كما كتشاهدوا معايا، غنخليها حتى تخمر ليا ويتضاعف الحجم ديالها. انا الفيديو اللي خمرت ليا فيه تمحى ليا، ما صورته ولكن تمحى ليا من التليفون. المهم منين تخمر لينا ويتضاعف لينا الحجم ديالها كناخذوها كنقطعوها على اربعه القطع متساويين وكنبسطوهم كاملين. شاهدوا معايا دابا كيفاش غادي نديروا ليهم. كنجيب لاصوص ديال المطيشه كنزيد عليها جوج معالق ديال الزيت البلديه وشويه ديال الملح ومعلقه صغيره ديال التحميره وكنخلطهم. وبالنسبه للي باغين هاد الفطيره حلوه فيديروا الشوكولا في بلاصه هاد لاصوص ديال المطيشه. المهم انا حيت غادي نعمرها بالخضر فدرت ليها صلصه ديال الطماطم، دابا غادي ندهنها بها مزيان ونحاول ما نكثرش هاد لاصوص ديال المطيشه باش ما تخرجش ليا من الجناب. دابا غادي ناخذ العجينه الثانيه وغادي نكرسها مزيان، غنورقها مزيان يعني حتى ترقاق ليا، ما نخليهاش غليظه حيت هاد العجينه اللي درت يعني الحجم ديالها كيتضاعف، حيت مازال غادي نخليوها حتى تخمر لينا عاد باش غادي ندخلو نطيبوها. وانتم غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نديروا لها. ودابا غادي نجيب العجينه اللي دهنتها وغندير فوق منها هاد العجينه الاخرى، غنديرها جوج طبقات يعني طبقه فوق طبقه
صافي، نحاول نقادها معاه مزيان، نجيب جرارة ونقاد لها الجناب ديولها باش يجونا متساويين. ومن بعد غادي نجيب شي زلافة وغنعبر بها في الوسط، غنكون دائرة في الوسط ونشرطها على شكل فرفارة بحال هكا. نتوما تشاهدوا معايا كيفاش غادي تكون، حيت كيف ما سبق لي قلت لكم الفيديو اللي صورت لكم فيه كيفاش كنقطعها وهذا الشيء تمحى ليا. المهم منين تنشرطها على هذا الشكل هذا، يعني انا درت زلافة الوسط باش علمت هذيك الدائرة الوسطانية، ومن بعد شرطتها من الجناب على هذا الشكل هذا. ودابا كنبدا ننقز جوج شرائط ونهز شريط ونبدا ندور فيه على هذا الشكل. كنبقى غادية بهذه الطريقة هذه حتى كنكمل هاد الفطيرة كاملة، يعني راه الشكل ديالها كيجي غزال، كيجي على شكل عباد الشمس. دابا من بعد ما انتهيت من الجزء الاول غادي ناخذ هاد الشرائط اللي خليت وغادي نبدا نجمع فيهم بهذه الطريقه هذه على شكل ورقه ديال الشجر حتى كنتهي من هاد الفطيره هذه كامله، كتولي لي على شكل نواره ديال الشمس. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي هاد الفطائر ديولي بجوج. من بعد تنجيب العماره وكنعمر بها هاد الفطيره ديالي وكندير فوق منها الفرماج، يعني كيف سبقت لي قلت لكم اللي بغى يدير فيها الشوكولات فيديرو كل واحد على حسب الذوق ديالو، اللي بغى يدير فيها الكفته اولا صدر ديال الدجاج، داكشي على حسب الذوق ديال كل واحد. ومن بعد كنخليها حتى تخمر ليا. من بعد ما تخمر ليا كنجيب هذاك الصفار ديال البيضه اللي خليت وتندهنها وتندخلها للفرن لعافيه مهيله، يكون الفران سخنته من قبل. وتابعوني حتى الاخير باش نرجعوا نشوفوا الشكل ديالها النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الفطيره، كتجي صراحه زوينه في المذاق وفي المنظر ديالها، كتجي على شكل نواره الشمس. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا ليا جيم بارطاج وابوني وبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد.